هذا؟ ايش هذا؟ رجعوا نحن لايام الفوانيس، رجعوا نحن الحياه بدائيه، لا كهرباء لا ماء لا بنزين، الماطور من نفسه. ايه يا عم؟ ايه يا اخويا؟ ايه يابا؟ هي رنة هسمع افهم، لازمة الدوشة دي كلها ايه؟ عايز افهم فهمني. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. مارد؟ لا يا ظريف لجان شعبية، لا خلاص مش فضيل. يا ابني انت هتسلم عليا انا عفريت احرقت. ايوه صح نسيت انك عفريت، بس انت من فين جيت؟ مفروض تطلع من هنا يعني تطلع من الفانوس. والله وانت مال اهلك يا ظريف يا كمان؟ اطلع من فانوس، اطلع من شاص، انجز ورايا ماتش امم اوروبا، عايز اروح اتفرج على الله احرقك. طيب ما دام انك مارد عيشنا الجو كده، قول لي زي الافلام زي الناس كلهم، شبيك لبيك عبدك بين ايديك، خلينا ندخل معك بالشغل الله يحرقك. وانت احرقنا اكتر من كده ايه؟ انت اوفر اكتنج قوي. طب يا عم شبيك لبيك مبسوط؟ انجز خلص امي العيانه. مدام انه شبيك لبيك، مدام انه شبيك لبيك، انا بستغلك، انا بستغلك، انا اشتي مناصب، ها اشتي اشتي بيوت، اشتي فلل، اشتي مزاز، اشتي اكون عميد ركن قائد قوات مسلحه قوات قويه، اشتي احمي الحدود، اشتي اشتي سوق سوداء، بس سوق سوداء تكون ملكي، واكون الا الدباب البترول مليان تحتي، وبس اهم شيء المناصب. نسيت تنقني، نسيت تنقني اشياء المناصب. حوق لي اياها. مش عايز حاجه كمان؟ بس اشياء ليله القدر كده تجي واحده، جيب لي اياهم كلهم. والنبي اقول اي حاجه انت عايزها. أيوة انت أيوة. عفريت وكده انت صوت. طيب يا ابني انت سلم عليها برضه يا ابني، انا عفريت احرقها. مش عارف قول لي. طيب انت صعبتها قوي كده يعني، انت استغلالي يا اخي. ثلاجه بص انت حلك عني، حل وحيد. هات وحيد. هات وحيد. وحيد فريد. انا هسخطك وتبقى من بيت الشام يا معلم، وكل حاجة هتتحقق لك يا حلال. الله يلا على الاسد اهو، على الاسد اهو. السلام عليكم. صباح الليل بعد الظهر، فقعنا هذاك المارد اللي شفتوه، بس انا مفتقعش منه لانه ضخم كذا، لا لا لا، بس فقعنا انه فاهم القصه كذا وقابها من الاخر. كشفك يا حوثي، كشفك يا حوثي، ولا ستر لك حال، شوهت بسمعت نحنا عند الانس وعند الجن، بلد طويل عريض ومكنت نحنا خطابات، الشعب اليمني العظيم العزيز الكريم البددد. وبعدين القصة كلها أسرتين، جيش ووظائف سيادية، الدسم لبيت الشامي، أمن وأقسام شرطة لبيت المؤيد، والبقية القاوقات والجبهات لعيال القبائل. اللهم بارك لنا في يمننا لشامينا، عم من بيت الشامي ولا قربة على غيل، شامي في اليد خير من ألف ميعاد، ويا ليت عاد فيه كفاءة ولا حتى ذرة عقل. قبل يومين قام إبراهيم الشامي قائد القوات القوية المعين من الحوثة يصرح أن القوات القوية على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن. ما أنا كيف نسوي بالكلام؟ طيب بإيش خزن المهبول هذا؟ قال لك القوات القوية. أسرع قوات في العالم تكمل ربع ساعة لا غير، تاك 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 تاك، وكمل أبو الليم، زلق أبو السخواي. إيش عاد معك؟ قول إلا ما قوات قوي وتبحشم وتهيم لفوق 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 إلى السماء، ضاع كل شيء ببركة حذاري حذاري. فاكرين حذاري؟ من بعدها رجعت الطيارات والمطارات فتة معصوبة من غير سمن على الناشف. الحوثي ما يعين إلا المقاديب، ما يعين إلا المقاديب من فوق إلى تحت، حتى الحقوقيين حقه والصحفيين واللي يناصروه كلهم مقاذيب. طبعا كلكم مش عارفين ايش هي المقاذيب، اتفرقوا. من هؤلاء المقاذيب صلاح الدكاك،
عام 2011 شاعر وناشط وصحفي وسياسي ومفكر يساري حوتي. صام صام فطر بلسام. هيا خلونا نبصر عينة من المكذابة. كانت لها موعد آخر للانفجار. أعتقد أن فرض أي تسوية الآن أو لا تلبي آمل الشارع فإن الشارع على موعد آخر للانفجار، وهذا الانفجار سيطال كل من كان يدعي أنه في صفه أو في الصف المضاد له. أيوة يا صلاح، أيوة يا صلاح، الشارع انفجر بالمجانين. وهو أنت بالكويت قالت تشحت تسوية بعد ما ضربته نصف الثورة وراح تتحالف مع اللي خلعته. هيا مو غلق انفجار من صدق، ما دا الحين ما عاد دريت من وين تلفلفه. شغل المقاذيب في السياسة والثورة ودى البلاد إلى الهاوية. الله الله، من حتف ماركس إلى حتف أم سيد. شوف على نكعة بنت كلب. وما بتنتكلمش عن أيام ما كنت سلفي تدافع عن حياض السنة. يا ذرار الحسين في كل أرض، كبدي في مصابكم مقروح، أنا في غير حبكم لا أغني، وعلى غير فقدكم لا أنوح. يا ذراري الحسين، هذه قصيدة جابها للحوثي وذراريه، يعني عملها زي الوقف لأنه كان عليه نذر مسكين. طبعا محسوب كشاعر وناشط سياسي يساري، وعلى أنه ضد الطبقية وضد التمييز وضد الإمبريالية، بس للأسف وقع بالأنبرة. تعالوا نشوف إيش قال على مدينته تعز. أنا من تعز، مدينة من لا مدينة لها، قبيلة من لا قبيلة لها، فراش وثير لمن لفظته المضاجع، عرش لمن يشتهي الديولة، مشاع لكل النبيين والأدعياء، ويثرب كل الرسالات من كارل ماركس إلى مطولة. الله، عجبتنا جدا، عجبتنا جدا لما تكون صعده حق عيال الحسين، عيال الذراري. بس تعز فراش، فراش وثير لمن أراد الديولة، يعني إيش؟ هذا يعني ماذا؟ يعني تعز في نظر الدكاك حق للحوثي والمقولة بس، ما فيش لأهلها حق إنهم يحرسنه ولا يدافعوا عليها، عشان ما تكونش بيوتهم مجرد فراش لكل من يشتهي الديولة. طبعا الدكاك في صعده حسيني من عيال الذراري، وفي تعز حداثي، وفي عدن حراكي ماركسي، وفي صنعاء تقدمي من حق الدنقوان، وعلى كل دقة برع ورقصني يا جدع. يا صلاح رب انك عقدت الامور. التليفون الصيني اخر اصدار 3 شرائح، هذا وقوده مكسر الدنيا، وانت سع الراديو اقلب الموجة تلاقي عندك خبر مكذوب اخر. سيد عابد قراره السيادي، السيد هو سيطر على صنعاء، السيد عبد الملك الحوثي اليوم سيطر على صنعاء بالحوار والتسامح ام بالسلاح. هو اتهم الرئيس اليمني بتعقيد الازمه بالخضوع المطلق لجهات خارجيه كالسعوديه والولايات المتحده. هذا ما قاله، يعني انت ربما استمعت الى خطاب اخر، لم تستمع الى خطاب منذ قليل، لم يكن كما تصفه الان، لقد بثيناه. بل سمعته وحفظته عن ظهر قلب. نعم، هو سيطر على العاصمة صنعاء مع اللجان الثورية ومع ثوار 21 سبتمبر بالسلاح. وأتمنى وأثبت فاعليته، وأثبت بالسلاح أو بأي شيء آخر، بالسلاح أو بأي شيء آخر، المهم معه صميل. شوفوا على إعلاميين ومثقفين مع الحوثي، يا حقاب ربي. بس تعرفوا الماشية القلالة، المعزة هذيك اللي بالشارع يسمونه شرعا القلالة، هذيك اللي تأكل من القمامة شباشب خراطيس، ما فيش لحد لا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها، لا هي حلال ولا هي حرام. هكذا يعمل الحوثي بالإعلاميين اللي معه، يصبحوا سامقين لا منهم ولا عليهم. هذا من المقاذيب حق الحوثي، ومن يومه هو شغال كذا كذا كذا، من حقف إلى حقف. المهم المصروف ما ينقص، ويجي من فين ما يجي، شغال بنظام الدفع المسبق، خدمة سلفني عنده مفصولة مفصولة زي الريواس. هذا نفسه عابد المهذري اللي كتب مقال عام 2010 انه حميد الاحمر هو الرجل القادر على قيادة اليمن الى بر الامان. واللي مش مصدق، اكيد في بعضكم ما يصدقوناش، يروح الارشيف وبيلاقيه في النت. لو نتبع دي الاشكال ما بنخلص، مليان من المقاذيب دولة في القائمة. بنوقف هنا الان، وفي حلقة قادمة بنختار عينات ثانية، عينات عقب العقب بتشوفوها في ولا نخص.